السلام عليكم واشنطن. بايدن يرفض تسليم كييف، صواريخ بعيدة المدى منعا لانزلاق الى حرب عالمية ثالثة. ان لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، واذا كنت من المشتركين لا تنسى الاعجاب بهذا الفيديو. اعلن مستشار الامن القومي للبيت الابيض جيك سليفان ان الرئيس الامريكي جو بايدن ليس مستعد لتسليم اوكرانيا صواريخ يصل مداها الى 300 كيلومتر في ظل سعيه لتجنب حرب عالمية ثالثة. وقال سوليفان في كلمة خلال منتدى اسبن الامني ان هناك بعض الوسائل التي اعلن الرئيس انه ليس مستعد لتقديمها، من بينها صواريخ اتامكز بعيدة المدى والتي يبلغ مداها 300 كيلومتر. واضاف ان بايدن يرى ان الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو فعل كل ما هو ضروري لدعم اوكرانيا والدفاع عنها، لكن التحدي الاخر هو ان لا ينتهي بناء المطاف في وضع ننزلق فيه الى حرب عالمية ثالثة. وكانت الولايات المتحدة سلمت كييف 12 راجمة من طراز هامرز، فيما اعلنت يوم الجمعة عن تسليم مرتب لاربع راجمات اخرى من هذا الطراز. واعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة عن تدمير اربع راجمات من طراز هامرز سلمت للقوات الاوكرانية من الولايات المتحدة باسلحة دقيقة التوجيه. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.